وضع المنظومة الصحية الحالية والمستشفيات العمومية والمستشفيات الجهوية وظروف عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية والوضع المالي للصيدلية المركزية هي أبرز المحاور التي طرحها عدد من نواب الشعب خلال مداخلاتهم في الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة. كما استأثرت مواضيع تهميش قطاع الطفولة ومراجعة مجلة حماية الطفولة وإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للتسرب والانقطاع المدرسي وارتفاع منسوب الجريمة بجل تدخلات نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 21 و2000 والتي تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من فجر اليوم. احنا كجزء من حكومة عمل وإنجاز رسمنا هدف استراتيجي إن شاء الله باش نعملوا عليه. الهدف هذا يتمثل في بناء مجتمع متضامن دون تمييز بين أفراده، يكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين، ويولي الرعاية القصوى للأطفال لوقايتهم وتعزيز حمايتهم من شتى المخاطر، كما يعزز الاستثمار في كبار الخبرات كبار السن والتواصل بين الأجيال. واعتبر وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني خلال الجلسة المسائية اليوم أمس المخصصة لمناقشة مهمة وزارته وميزانيتها للسنة الجديدة أن تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد الحل الأمثل للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة لجائحة كوفيد-19 ولمشكل البطالة خاصة بالنسبة للشباب. أعرف أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر يمكن هو الحل الأمثل للأزمة اللي تعيش بها تونس والحل الأمثل لمسألة البطالة إسانسيلمون بالنسبة للشباب. على مستوى القوانين التطبيقية، القوانين التطبيقية أو النصوص التطبيقية هنا قاعدين نقدموا بصفة كبيرة في بلورة هذه النصوص. ثم برشا نصوص تعدت إلى رئاسة الحكومة، دونك نحن يظهر لي النيفو بتاع يمكن 70 أو 80% من التقدم. وبخصوص التوجهات العامة في مجال التكوين المهني، أكد الوزير أنه تم الحرص على الملائمة بين التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل، علاوة على التكوين حسب الطلب وسرعة التفاعل مع الحاجيات الأنية للمؤسسات.